إلى فقرة استوقفتني كثيرا. يقال إن رجلا غنيا نظر من نافذته فرأى شخصا يخرج أشياء من القمامة، فقال الغني: الشكر لله إني لست فقيرا. ولكن الفقير بدوره رفع نظره فرأى شخصا مجنونا يتجول في الشارع، فقال: أشكر الله إني لست مجنونا. والمجنون نظر للأمام فرأى سيارة أسعاف، فقال: أشكر الله إني لست مريضا. وفي هذه الأثناء شخص مريض في المستشفى شاهد جثة إنسان ميت، فشكر الله أنه على قيد الحياة. فقط الميت لم يستطع أن يشكر على شيء. فلماذا لا تشكر الله اليوم على كل النعم التي لديك وعلى هدية الحياة ومن أجل هذا اليوم الجميل؟ فماذا تعني الحياة؟ حتى تفهم الحياة عليك أن تزور 3 أماكن: مستشفى وسجن ومقبرة. في المستشفى سوف ترى أنه لا يوجد شيء أجمل من الصحة، وفي السجن سوف ترى أنه لا يوجد شيء أجمل من الحرية، وفي المقبرة سوف تفهم أن الحياة لا تستحق شيئا، فالأرض التي تدوسها الآن سوف تكون سقفك غدا، فنحن سوف نذهب بلا شيء لأننا جئنا بلا شيء. لهذا يجب علينا أن نكون متواضعين أمام الله وأن نشكر في كل وقت وعلى كل ما نحن عليه وعلى كل ما لدينا. مع السلامة.